مع ضيفتنا عم اختبر اليوم لحظات من التأمل ومن التناغم مع الذات ومع الطبيعة. وردة سايو كاتبة ومرشدة اجتماعية وأخصائية بالعلاج البديل. سيدة ناجحة بعملها بألمانيا، لكن قصتنا معها مو بس قصة نجاح، هي قصة تغلبها على أبشع شيء ممكن يمر في إنسان بطفولته. Atme ein. Bring deine Hände zusammen, das Herzzentrum. Atme aus, bringe deine Hände hoch. Atme ein, bringe deine Hände wieder ins Herzzentrum. Lächle, bringe deine Hände zurück auf die Knie. Öffne deine Augen und guck mich an. So. جميل جدا. عجبك؟ يا ترى أنا حاسة هلأ شعور رائع، بس كيف الواحد بيعرف إنه أنا هلأ جلسة التأمل تبعي جلسة ناجحة؟ وأنت كده بتبتسمي، شو وجهك وال يعني مسرورة أوي ووشك كده مرتاح كتير، يعني مش أكتر من كده. هاي معناتها أنا أنت لازم تمام. تحسي بنفسك أنك يعني مرتاحة، ارتحتي أكتر. هو سر التأمل الناجح شو؟ أنه الواحد ما يفكر بشي؟ لا مش ممكن، عشان العقل بيشتغل كل الوقت، يعني ما فيش، مش ممكن يوقف التفكير، يعني إذا وقف التفكير خلاص. يعني أنت لازم تكوني أقوى من عقلك، أقوى من أفكارك. أقوى من أفكارك، يعني تحاولي تقعدي من غير ما تتحركي، تنفسي، يكون عندك يعني الكنترول على النفس بتاعك، وكل الأفكار اللي بتيجي خليها تروح. أوكي. يعني أنت اللي بتلاحظي، بتكوني في وضع ملاحظة، تراقبي يعني الأفكار بتيجي، بس بتيجي من غير ما تشغلك، يعني بتيجي وانتي بتشوفيها بتعدي وتخليها تعدي. طب شو فوائد التأمل لصحة الجسم ولصحة الروح النفسية طبعا؟ يعني وانتي قاعدة كده يعني بتعطي لنفسك هدية، يعني بتعطي لنفسك، بتهدي لنفسك وقت. وما بتشتغليش، بتوقفي الشغل وبتحاولي توقفي كمان الأفكار كده، عشان تحسي بجسدك أكتر وأكتر. يعني بتسمعي وانت بتعملي المديتيشن، بتسمعي حتى صوت قلبك، يعني بتحسي بجميع أعضاء الجسم. يعني كم مرة أنت بتعملي تأمل في الأسبوع؟ يعني بحاول أعمل مرة في اليوم، يعني بين 15 دقيقة ل 20 دقيقة مش أكتر، بس كده كهدية لنفسي، وكده بكون يعني مركزة أكتر على كل الحاجات اللي هتيجي يعني في طول اليوم. يعني كاستعداد يعني لليوم. وأنسب وقت هو متى التأمل؟ يعني في وقت الفجر، يعني احنا مسلمين يعني بنصلي الفجر، وحتى في المديتاسيون دي يعني فكرة حلوة، إذا بتقرأي القرآن وانتي يعني غمضة عيونك كده وتقرأي القرآن، وبيخليك تنسي كل أفكارك، يعني بخشوع، بنقول خشوع، كطريقة خشوع، يعني قرب لله أو قرب لنفسك الأول وبعدين لله. لأي درجة ساعدك التأمل على أنك تتعدي مشاكل مع روحك، مشاكل نفسية؟ التأمل بيخليك يعني تحسي بالأمان. يعني كل الأحزان اللي بتيجي اللي بتحسي بيها هي في الحدس، يعني بتسيبيها،
يعني بتحسي بعدين بالأمان وبتحسي بالتسامح، التسامح مع نفسك ومع اللي حصل فيكي وفي الماضي. هذا شيء رائع إذا الإنسان قدر يوصل له. أنا بعرف إنه أنتي ما حابة تحكي كتير بتفاصيل حياتك وطفولتك الماضية. تفاصيل حياتك الماضية، لأن أكيد يعني يلي عشتي بفتح جروح ما حابين نحن هلأ نفتح. صحيح. جروح لا إلك ولا لأفراد عائلتك إذا شافوا اللقاء، بس أنا كل اللي بهمني من الموضوع نعرف قدر الإمكان كيف كانت حياتك يلي أدت بالنهاية لنشوف اليوم وردة، المرأة الناجحة على مستوى العائلة، على مستوى العمل، على مستوى هذا المجال في التأمل وفي اليوغا وفي العلاج البديل. كل وردة الآن بدأت بمأساة للأسف. للأسف. كيف حدثت هاي المأساة؟ يعني وأنا جيت أصلي من المغرب، من أغادير، من جنوب المغرب. كبرت هناك لحد 19 سنة وكبرت يعني يتيمة بدون أبوي، أمي وأبي. يعني أبي كان للأسف مريض، كان عنده مرض المفاصل الشخصية، انفصام الشخصية، ويعني كان مريض لدرجة أنه كان عنده تهيؤ. ويعني كان طفولة صعبة كتير كان يضربكم؟ بيحب أولاده بكتير، ما كانش بيضربنا، ما كانش نهائي يعني فيه عنف، ما كانش عنف بالنسبة لنا، بس لأمنا للأسف. وكبرنا في الخوف، كبرنا في الحزن. وكان يضربها، كان بيضربها كتير، وكان يعني حاول كم مرة ينهي حياتها، يقتلها. وللأسف يعني جاي اليوم إنه قدر يقتلها بطريقة يعني شنيعة وصعبة. وأنتي كان عمرك؟ كان عمري 5 سنين. متذكرة شيء من هاليوم؟ كنا 6 أبناء. طبعاً عمري ما انسى اليوم ده. اليوم ده يعني مش هنساه أبداً، مش هنساه، ولسه يعني بحس بحزن وبألم كتيرة لما بتفكر اليوم ده، لما راحت أمنا منا. شو فيك تحكي لنا من هاليوم؟ يعني احنا افطرنا واحنا صغيرين، يعني افطرنا اخواتي الكبار راحوا المدرسة مع 8 الصبح، وكده 9 الصبح فطرنا انا واخواتي الصغيرات 2، وبعدين ابي طلبنا نخرج برا عشان نلعب. وامي يعني قالت بطريقة باردة كده، مش يعني قالت وردة لما تخرجي ارجوكي كلمي مع الجيران وقولي لهم انه ابوكم عاوز يقتلني. بالمعلومة دي خرجتي انا واخواتي اصغر مني يعني، وكنت مشتغلة كتير بالاولاد باخواتي رغم انه عمرك 5 سنين. يعني 5 سنين يعني كنت مشغولة كتير، بس المعلومة دي كانت موجودة طول الوقت، بس انا ما قدرتش. طبعا طفل يعني حسيت بالذنب عمري كله، حسيت انه قلت لنفسي انا السبب اللي خلى امي يعني تموت. يعني تخومة صعبة قوي، صعب كتير، لأنك بهذيك اليوم ما قلتي للجيران، بس أنت طفلة ب5 سنين يعني 5 سنين ومشغولة بإخواتي أصغر مني، يعني كان صعب الموقف، كان صعب قوي طبعا. للأسف يعني هو فعلا قتلها. يا وكده يعني ابتدت حياة أصعب من قبل ما تموت أمنا. يعني أبي راح طلع على الحبس، على السجن، على السجن حوالي 30 سنة. 30 سنة دخل السجن ومات للأسف بعد 23 سنة سجن. شفتيه بهاي الفترة؟ شفته طبعا. حكيتوا يعني بهاي المواضيع ولا هو كان بعده مريض؟ ما كان بعده مريض
وكمان الـ 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 الوضع في السجن وضع صعب كتير، مش ممكن يعني ما قدرتش أكلمه في الموضوع ده عشان كان وضع مختلف كتير، مش وقت الحساب يعني. هلا عم تقولي لي إنه أنت شعرتي بالذنب كل عمرك إنه وفاة والدتك الله يرحمها كانت مسؤوليتك بطريقة ما. هل شعرتي بالكره تجاه والدك؟ لا أبداً فترة؟ أبداً، حبيته وحشني كتير والله العظيم، وحشني كتير، وأمي كمان كانت توحشني. ما حسيتي كتير بالكره إنه هو قتل لا والدتك؟ لا أبداً. كيف أبداً بعقل طفل كيف ممكن تفسري لي هذا الشعور؟ هو كان أبي، كان أبي وكان حنون معي أنا ومع أخواتي، يعني مش قادرة يعني أغير إحساسي بالنسبة له أبداً. يمكن أن تعرفي أنه كان مريض؟ أكيد أكيد، وأظن أن الظروف لما تغيرت كانت أقسى من الأول كده، يعني حسيت أنه كنت مشغولة كتير بليبن أنك يعني تستمري بالحياة يوم بيوم، أستمر بالحياة وأحس بنفسي يعني هي عن بيت عمك. يعني انتوا بعد وفاة الوالدين انتقلتوا، خمس أطفال عشتوا مع العم، والعم كان عنده تسع أولاد. يعني صرتوا احنا كنا سبعة، بس إخواتي الصغيرين طلعوا للبلد لأخت أمي الله يرحمها، وإحنا خمسة وولاد عمي كانوا تسعة وعشنا مع بعض، ويعني كانت ظروف صعبة كتير. كيف فيك توصفي لي هالحياة بكلمة واحدة عن بيت عمك؟ كان كل يوم بمفاجآت يعني صعبة، يعني كان في عنف كتير، كان في جوع، كنا بنجوع، ما كانش أكل كيف كافي للعائلة. عمي كان ميكانيكي مش أكتر، يعني كنا في الليمت، يعني على الحد، على الحد كل يوم. شو كان أصعب شيء بهاي الفترة، الأشياء اللي هيك بعدها علقة بذهنك؟ الخوف من الأذى. الخوف من الأذى، من الضرب داخل من الأسرة. الضرب الداخلي باللغوي والجسدي. صعب الموضوع عليكي؟ طبعا صعب. هاي الفترة شو كان سندك؟ وين كنتي تلاقي شوي شعور بالأمان، شوي شعور إنه الحياة لسه فيها شيء؟ كنت بكري كل مرة لما بلاقي يعني وقت أو لحظة بجري، بروح البحر، الرياضة، السباحة، والغنى، بغني. بحب كل الموسيقى العربية، بتجنن في الموسيقى العربية، عشان كده لسه بتكلم يعني 27 سنة ألمانيا ولسه بتكلم عربي. يعني عشان كل الأغاني اللي كنت بغنيها كده في الماضي. هل كان بقى ملجأك البحر، الرياضة، والموسيقى الغنى؟ هلأ لما وقع هذا الحدث المؤلم كنت بعمر 5 سنين، هل هتتخيلي أنه يمكن قدرتي تتخطي يلي صار لأنك كنت صغيرة لهالدرجة؟ طبعاً أنا كنت بقول هروح المدرسة وعاوزة أتعلم كويس، وكل القوة اللي أنا في اللي فيها اللي بحس فيها يعني هخليها في المدرسة. عاوزة أطلع محامية عشان أخرج بابا من السجن، عشان هو يخرج عمي وولاده من بيتنا. يعني دي كانت أفكاري أنا، عشان نرجع يعني الوقت اللي أنا يعني بفتكرها حلوة، كانت حلوة أرجعها تاني. بس الأطفال هم قادرين، هم أذكى مننا إحنا الكبار، بيعرفوا إزاي يتصرفوا يعني في وقت الصعب. كيف؟ هم متفائلين كتير. بينسوا الأدب بسرعة، أسرع مننا إحنا. صحيح. عشان هنا
في المركز شعورهم الشعور الداخلي هنا أقوى من العقل. عشان كده كل هذا اللي جرى في حياتك وردة وثقتي سجلتي في كتابين، الأول في دموع القمر كيف قتلت طفولتي بعمر 5 سنوات، والكتاب الثاني عن تجربة حياتك في ألمانيا وكيف قدرتي تخرجي من الأزمة، كيف قدرتي تتأقلمي كمان عشان مشاريع يعني اجتماعية ومشاكل اجتماعية في المغرب وعلى كل التجارب اللي عملتها بعد ما جئت لألمانيا مكتوبة في الكتاب الثاني. بصمات الدموع. بصمات الدموع هو اسمه الكتاب الثاني. كيف خرجتي من جحيم المغرب؟ بطريقة التفكير وطريقة الإحساس، وهي طريقة تفاؤل، think positive، وتسامح مع نفسي ومع مع الجميع، مع أبي، مع أمي، مع أخواتي، مع أولاد عمي وعمي ومراته وجميع وكل العالم كله. وردة، مع مجيئك لألمانيا بدأت حياة جديدة بالنسبة لك، صار في تحول كبير. قلت لي أول مرة نمتي فيها نوم هادئ ومرتاح كان في ألمانيا. صحيح. وانطلقتي بحياتك، اشتغلتي لسنوات طويلة في مجال التربية النفسية والاجتماعية للأطفال. صحيح. وبذات الوقت بدأتي في عالم اليوغا. هلا كنت معك أنا في جلسة قصيرة لليوغا فقط، لا يعني أشعر معك شوي كيف الجلسة تمشي. ليش يوغا؟ يعني أنا أصلاً بحب الرياضة كتير وجربت أشكال كتيرة رياضية، وفي الآخر يعني مع السنوات اكتشفت أنه يوغا يعني يوغا نوع رياضي صحيح حلو كتير ومهم جدا. عندك إمكانية يعني ترتاحي نفسيا بسرعة، تكوني هادئة، ويعني حتى الجسد يعني بيتغير، بيكون يعني فليكسيبل، في مرونة أكثر، في مرونك ورشاقة، ويخليك تنامي كويس يعني وترتاحي. يعني هذه هي تجربتي أنا مع يوغا. لازم الواحد كمان يكون عنده إيمان ببوذا لما لا يكون لا أستاذ أبداً يوغا؟ أبداً لا، يوغا هي يعني تمارين رياضية مش أكثر يعني. لا أنا شوف دائماً تمثال في كل الاستوديوهات اليوغا، فهل هي يعني الشكل البوذا يعني عنده تفسير الهدوء وال يعني توازن الداخلي، توازن النفسي والهدوء مش أكثر، بس ما عندوش علاقة نهائياً بالإيمان. أنا مؤمنة بالله ومش ببودا طبعاً. كيف قلت اشتغلتي سنوات طويلة في مجال تربية الأطفال نفسياً واجتماعياً في المدارس،
هذا الشيء بيطرح سؤال انه هل هذا الاختيار كان هيك اختيار عفوي انك جيتي لألمانيا ووجدتي انه ممكن تدرسي بهذا المجال، او كان شيء له علاقة بالطفل الداخلي عندك يلي يمكن ما عاش الطفولة مثل ما بعد كان عفوي، وكان طبعا بسبب الماضي انه كنت تمنيت يعني يكون عندي طفولة حلوة ومن غير مشاكل، ودلوقتي عندي يعني الإمكانيات أني أتكلف بأطفال اللي محتاجين يعني حب ومحتاجين أكثر من الحب، يعني تعليم. شو بتقدمي لهم كمربية اجتماعية ونفسية للأطفال؟ بعلمهم طريقة التواصل الاجتماعي والنفسي، ويعني وبحاول كمان أشتغل مع بطريقة يوغا. يوغا بتخليك يعني بتعطيك إمكانيات تعرفي فين إمكانياتك أنت بنفسك، وده يعني شغل كويس وحلو قوي مع الأطفال، وأنا بحب الأطفال أكثر من بيستمتعوا كل الأطفال كل باليوغا وبالتأمل بحبوا عشان هم اللي عندهم الانتويتسيون الحس العفوي، الإحساس العفوي أكثر مننا إحنا، يعني هم أصيلين وبيفهموني بسرعة أسرع من الكبار. هل يا ترى اللي عشتي وردة في طفولتك وكل التراوما أو الصدمة اللي عشتيها في طفولتك أثرت على شخصيتك في لحد اليوم في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الأطفال؟ لأن هاي أمور ما بتروح، يلي منعيشه في الطفولة يبقى بداخلنا محفور بطريقة ما. فكيف الأثر اللي بتشوف فيه لحد اليوم على تعاملك مع طفل، على تعاملك مع الناس؟ لما أشوف واحدة من صحبتي أو من أصدقائي جات عندهم أمهم من المغرب تزورهم، أنا بحس بالنقص، يعني بحس أنه يعني النقص ده لسه فيه، بس لقيت طريق يعني يخليني يعني أتقبل القدر المصير بتاعي، يعني بطريقة التسامح مع الماضي، بالثقة بالله طبعا كمان، وبالحب، يعني طريقة حب هي اللي تخليني يعني أكون أوكي مع نفسي. وبحب كمان فيما يخص الطفولة بلعب كتير، بحب اللعب مع الأطفال وفي في الحديقة، في حديقة الأطفال، يعني أنا بطلع فوق أكبر طفلة في الساحة في الساحة هي أنا، يعني بحب أعوض طفولتي، والحمد لله يعني عندي إمكانيات كثيرة أعوضها، وخاصة يعني باختيار المهنة بتاعتي عندي يعني إمكانيات أعيش طفولتي تاني بدون أحد، مع أولادي، مع أطفالي، ومع الأطفال اللي بشتغل معهم. قدي أخذ منك هلا هاي النتيجة جهد ووقت لحتى توصلي لها، لحتى تسامحي، لحتى تتقبلي، لحتى تنسي هذا اللي صار؟ قدي أخذ جهد ووقت؟ أنا لسه في 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 الطريق، يعني لسه مش وصلت وأبدا مش حوصل حتى الآخر آخر نفس في عمري، أنا ماشية يعني في الطريق، ويعني هالحين الحمد لله كله تمام. هل ممكن الواحد يشفى من صدمات من هاي النوع؟ لا لا أظن ما فيش، يعني الشفاء موجود بس الجروح بتفضل، يعني ما بتروحش أبدا، وانت عندك اختيار، يعني اختيار تحسي وتركزي على الجروح دي، ولا تشوفي يعني طريق تقبلي المصير ده، تتقبليه وتعيشي حياة عادية يعني،
وأظن إن إذا كنت أم يعني عندك أطفال عندك كمان مسؤولية، ومش ممكن أنا بالنسبة لي أكون يعني التركيز بتاعي بس على الماضي. الماضي ما مضى والمستقبل أهم، وأهم من كده كله إنه الحاضر، والأهم حاجة يعني بعيش في الحاضر أكثر من الماضي وأكثر من المستقبل.